أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في صلاة الجنائز يكون هناك رجال ونساء وأطفال، فكيف ندعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ ادعو للكبار بالمغفرة والدعاء الوارد في حق الكبار: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، سلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. ثم ادعو للأطفال: اللهم اغفر لوالدي هؤلاء الأطفال، وثقل بهم موازينهم، وأعظم بهم أجورهم، أجعلهم فرطا وشفعاء مجابين، اجعلهم في كفالة إبراهيم، فوقهم عذاب الجحيم. فتدعو للكبار وتدعو للصغار، كل واحد وارد دعاء له تأتي به في صلاتك. نعم.